بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الحادي عشر، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الأول من درس توحيد الله تعالى والأمر بالإحسان. أبنائي، قبل أن نشرع في الدرس، تعالوا بنا نتعرف أهدافه، إذ يتوقع من الطالب في نهاية هذه الحصة أن يتلو الآية 36 من سورة النساء تلاوة صحيحة، وأن يفسر المفردات الواردة في الآية الكريمة، وأن يشرح الآية 36 من سورة النساء شرحاً وافياً، وأن يستنبط الدروس المستفادة من الآية الكريمة. أعزائي الطلاب، الآية التي سنتلوها بعد قليل تحث المسلمين على تعظيم الله سبحانه وتعالى وحده، وتأمر بالإحسان إلى المجتمع المحيط بك من الآباء والأمهات والأقارب والأيتام والمساكين وغيرهم. والآن مع تلاوة الآية الكريمة، فانتبه جيدا عزيزي الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أعزائي، بعد قراءتنا للآية الكريمة، تعالوا بنا نتعرف معاني المفردات والتراكيب. أعزائي، الآية الكريمة التي معنا اشتملت على جملة من الوصايا، من ضمن من أوصت بهم اليتامى. فمن هو اليتيم؟ أحسنت، هو من مات أبوه وهو صغير. كذلك أوصت بالمساكين، فمن هو المسكين؟ إجابة موفقة، من عنده مال لكنه لا يكفيه. وأوصت أيضا بالجار الجنب، فما معنى الجار الجنب؟ نعم، الجار الذي بينك ليس بينك وبينه قرابة، يعني جارك في السكن وليس من عائلتك. أحسنتم يا شباب، ما شاء الله. وكذلك أوصتنا الآية أيضا بالصاحب بالجنب، فمن هو يا شباب؟ أحسنتم، هو الرفيق الذي يلازم رفيقه. أحسنتم يا شباب، إجابة موفقة. مثل ماذا؟ مثل الصديق الذي لا يفارق صديقه، والزوجة التي لا تفارق زوجها، والمسافر الذي يرافقك طوال رحلة السفر. كذلك أوصتنا الآية بابن السبيل، فمن هو؟ رائع، المسافر الذي انقطع عن أهله وماله حتى وإن كان غنيا. وأوصتنا الآية أيضا بملك اليمين، وما ملكت أيمانكم، فما المراد بهن؟ أحسنتم، الجواري المملوكات، كن يبعن في السوق. وهناك فرق بين هذه الجارية وبين الخادمة، الخادمة موظفة. أحسنتم يا شباب. والآن سؤال للمبدعين، وكلكم مبدعون. من المقصود بقوله تعالى والصاحب بالجنب؟ هل هو الرفيق الملازم الذي لا يفارق، أم الجار الذي لا قرابة بينك وبينه، أم الصديق الغائب عنك فترة طويلة، أم
المسافر المنقطع عن أهله وبلده وماله. أحسنت، إجابة موفقة، الرفيق الملازم الذي لا يفارق. والآن يا أبنائي نشرح الآية الكريمة لكن عن طريق جملة من الأسئلة. عزيزي الطالب، تأمل النص القرآني وأجب السؤال الآتي: بماذا أمرنا الله في هذا النص القرآني الكريم؟ أحسنت، بعبادته وعدم الإشراك به، أي أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نمتثل أمره وننتهي بنهيه في كل الأمور والعبادات. عزيزي الطالب، تأمل هذه الآية الكريمة، فلقد اشتملت على 10 وصايا. أريد منك أن تستخرج أول وصية بعد الأمر بتوحيد الله تعالى وعدم الإشراك به. أحسنت، الإحسان إلى الوالدين. نعم، لأن الله تعالى يقول: وبالوالدين إحسانا. لكن السؤال المهم يا شباب، كيف يكون الإحسان إلى الوالدين؟ أحسنت، أتلطف معهما في الكلام ولا أتأفف ولا أتضجر. نعم، إجابة صحيحة. وماذا بعد؟ أطيع أمرهما وأجتنب نهيهما. يا سلام، إجابة رائعة. وماذا بعد؟ أنفق عليهما. يا سلام، ما شاء الله، وخاصة يا شباب حال الكبر إن كانوا في حاجة مالية. هل هناك وجه من الإحسان إليهما أيضا؟ نعم، ماذا؟ إكرام صديقهما. بماذا يا شباب؟ بالود والزيارة إلى غير ذلك. إجابة موفقة. أعزائي، أوصتنا الآية أيضا بالإحسان إلى الأقارب، قال تعالى: وبذي القربى. فكيف يكون الإحسان إليهم؟ جميل، بالتلطف معهم في الكلام. وماذا بعد؟ بالزيارة واستمرارية التواصل معهم. رائع، وماذا بعد؟ بتقديم النصيحة لهم. يا سلام، إجابة موفقة. وماذا بعد؟ بعدم قطع الصلة التي بيننا وبينهم. أنت طالب مبدع. أبنائي، أكدت هذه الآية أيضا على الوصية بالأيتام، فكيف يكون الإحسان إليهم؟ يا سلام، إجابة موفقة. يكون الإحسان إليهم بكفالتهم بالمال، وبرهم بالسؤال عنهم. نعم، وبجبر خواطرهم. وماذا بعد؟ بحسن تربيتهم فيما يصلح دينهم ودنياهم. إجابة رائعة. قال تعالى: وبذي القربى واليتامى والمساكين. في هذا النص القرآني وصية بالمساكين، فكيف يكون الإحسان إليهم؟ قبل أن تجيب، من هو المسكين؟ أتذكر؟ نعم، هو من عنده مال لا يكفي حاجياته. طيب، كيف يكون الإحسان إليهم؟ إجابة موفقة، ما شاء الله، بسد حاجتهم بما يكفيهم من مأكل أو مشرب أو غير ذلك. وماذا بعد؟ رائع، بدفع فاقتهم. فأنت حين تدفع عنهم كربة من كرب الدنيا، يدفع الله عز وجل عنك كربة من كرب يوم القيامة. قال تعالى: والجار ذي القربى. فشريعة الإسلام جعلت للجار إذا كان من أقاربك حقان، فما هما؟ نعم، حق الجوار. إجابة رائعة. وماذا بعد؟ أحسنت،
حق القرابة، فالسبب في حق الجار القريب قرب الدار وقرابة النسب. إجابة موفقة. أبنائي، حثتنا الآية الكريمة أيضا على الوصية بالجار الجنب، وهو الجار الغريب الذي لا تربطك صلة قرابة به، فما حق هذا الجار؟ أحسنت، ينبغي أن نتعهده بماذا؟ رائع، بالهدية التي تعمل على نشر المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وماذا بعد؟ بالصدقة. نعم، إن كان فقيرا. أحسنت، وماذا بعد؟ ألا نؤذيه بقول أو فعل. رائع جدا، ما شاء الله. من الذي يجيب عن هذا السؤال؟ لو أن أحد أقاربك تعود الكذب، فالواجب عليك أن تقطع صلتك به، أم تخبر والده ليؤدبه، أم تحذر الناس من كذبه، أم تقدم له واجب النصيحة؟ إجابة موفقة. أحسنت، أنت طالب مميز. تقديم النصيحة له من باب عدم أذيته بالقول أو الفعل، وهذا حقه عليك. أعزائي الطلاب، لابد أن تترك هذه الآية فينا أثرا كبيرا، فما الذي استفدناه منها؟ عزيزي الطالب، تأمل هذه الآية جيدا ثم قل لي، ما الذي استفدته منها؟ أحسنت، استفدت أن أتعود الإخلاص وأنقي عبادتي من أي شائبة شرك. لماذا يا شباب؟ نعم، امتثالا لأمر الله تعالى. إجابة رائعة. وماذا بعد؟ نعم، أن أحسن إلى والدي وأقاربي وكل من أمرني الله عز وجل بالإحسان إليهم. لماذا؟ لأن ذلك ناتج عن توحيد الله تعالى. بارك الله فيكم. أبنائي، تعالوا بنا نغلق هذا الدرس بسؤالين. السؤال الأول: من تجب عليك نفقته من الأصناف الآتية هم: الوالدان، أم الأقارب، أم الجيران من الأقارب، أم الجيران من غير الأقارب؟ جميل، الوالدان. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. أما السؤال الثاني فهو: أذكر صورة من صور الإحسان إلى الوالدين والأقارب والأيتام. من يذكرنا بإحدى صور الإحسان إلى الوالدين؟ أحسنت، أن أطيع أمرهما. وماذا بعد؟ من يذكرنا بصورة أخرى؟ نعم، أن أجتنب نهيهما. وماذا بعد؟ رائع. نعم، أنفق عليهما. يا سلام، ممتاز. وماذا بعد؟ أن أكرم صديقهما. أنت طالب مميز. من يذكرنا بصور أو بإحدى صور الإحسان إلى الأقارب؟ نعم، أن تحسن إليهم بالقول والفعل. إجابة موفقة. هل من صورة أخرى؟ نعم، ألا أقطع صلة الرحم التي بيني وبينهم. ممتاز. طيب، من يذكرنا بإحدى صور الإحسان إلى اليتامى؟ يا سلام، بكفالتهم وبرهم. وبماذا بعد؟ من يذكرنا بصورة أخرى؟ أن نجبر خواطرهم. ما شاء الله، إجابة موفقة. أعزائي، وفي ختام هذا الدرس لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن إصغائكم واستماعكم، وإن شاء الله تعالى أسعد بلقائكم في الجزء الثاني.